اتفضل يا خالد. نعم، الآن شارع الألف مسكن، آخر شارع الألف مسكن، تقاطع من شارع السويس. قامت مسيرة من جماعة الإخوان من شارع اسمه شارع الإنتاج، رافعين لافتات تحمل إشارة الطبيعة وفوتوغرافيين لافتات. يبدو ان في شيء في الصوت، انا مش سامعاك يا خالد كويس، معلش ممكن تعيد تاني اللي قلته يا خالد؟ انقطع الاتصال. اشكرك على اي حال، هنحاول ان احنا ناخدك مره تانية. خالد احمد مراسلنا من منطقه الالف مسكن، اتفضل يا دكتور. فبقول ان دي اهداف شعب بحاله. يعني المصريين قعدوا 30 سنه، صحيح كانوا مش قادرين يعبروا عن رايهم، انما المظالم الاجتماعيه الهائله اللي موجوده دلوقتي، مستوى الفقر الرهيب، كميات العشوائيات اللي موجودة في كل أنحاء البلد، دي كلها كانت موجودة على مدى 30 سنة، تراكمت سنة شهر ورا شهر وسنة ورا سنة. وكان المصريين طول هذه الفترة بيحلموا باليوم اللي اتحقق فيه لهم. دكتور معلش اقطع حضرتك مره تانية غصب عني، معلش، بس عندنا اخر التطورات. السفير ايهاب بدوي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه يقول ان هناك كلمه هامه للرئيس عدلي منصور سيلقيها غدا ان شاء الله الاحد الموافق 26 يناير طبعا 2014. اتفضل يا دكتور معلش. لا لا، مو اليوم ده طبيعته كده. فالحقيقه انه ان 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 ده المصريين بيحلموا وما زالوا بيحلموا، والناس اللي موجودين في الشارع النهارده واللي نزلوا بدل المره 10 مرات من 25 يناير، وكل مره نزلوا كتير قوي بيستدعوا ليه؟ ولم يتم استغلال حماسهم، لأنه يعني لحد اللحظه دي مفيش استغلال لحماسهم. ما هو الحقيقه احنا كان عندنا اللحظه التاريخيه اللي كان فيها فعلا طاقه رهيبه، وكان المصريين مستعدين يعملوا اي حاجه. كانت 11 فبراير والايام اللي بعديه، كان المصريين فعلا مستعدين لو لقوا خطه لبناء المستقبل وقياده تقدر تطرح هذه الخطه وتقدر تقودهم في الوقت ده، كان الحقيقه كان المشهد اختلف كده. بس برضه مش عايزين نبقى متشائمين، يعني طبيعه هذا النوع من الثورات كده، مش بس عندنا، مش بس في مصر. يعني النوع ده من الثورات اللي هو ايه؟ اللي هي ثورات ليس لها قياده، تتقدم الصفوف، مفيش حزب بيقودها معين بيوجهها في اتجاه معين، مفيش شخص بيتصدرها حتى 30 يونيو وحتى 30 يونيو يعني بيتصدرها. فمن الطبيعي انها تاخد مسار متعرج، اللي احنا بنسميه مسار متذبذب، خطوه لقدام وخطوه لورا، مد وجزر. بتقعد في المسار ده كتير، بتقعد في المسار ده كتير. إضافة بقى للنمط العام للنوع ده من الثورات، احنا كان عندنا مصيبة ما كانتش موجودة في كثير من الثورات، وهي كان في جماعة تنظيم بيتحين الفرصة لاستغلال هذه الثورة للانقضاض على البلد، وتسنى له هذا فعلا، انه استخدم الإمكانيات اللي توفرت لي خلال ال 30 سنة اللي قبل الثورة، لأن أتيحت له فرص هائلة، ونظام مبارك ما شاء الله سابه يتمدد في البلد زي ما هو عايز. جمعيات، خد آلاف الجمعيات وسيطر على النقابات وعلى الأندية، والدولة تخلت عن دورها في الرعاية الاجتماعية. فنزل هذا التنظيم مستغلا إمكانياته المالية عشان يحل محل الدولة في الرعاية الاجتماعية، فبقى عنده قدرة إن هو اللي يقفز على هذه الثورة. فده كمان عمل تعطيل، عمل تعطيل في قبل ما يصلوا إلى السلطة بدورهم في الفترة دي، وبعد ما وصلوا للسلطة كانت سنة بائسة أخذت البلاد إلى الوراء. فإحنا عندنا النمط العام للثورات دي إنها ما بتحققش أهدافها بسرعة، بالإضافة إلى إن إحنا كان عندنا عائق إضافي هو أطماع هذا التنظيم وسعيه للسيطرة على الدولة وعلى المجتمع ونجاحه في الوصول إلى الحكم واستخدامه في هذا الحكم لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالثورة. وكان طبعا تفجير الثورة، يعني هم لما بيحاولوا يفجروا إحياء ذكرى الثورة، هم الحقيقة ما بيعملوش حاجة جديدة، لأن هم حاولوا قبل كده يفجروا الثورة نفسها. أنا عايز أخد تعليق سريع من حضرتك على سيناريو الأيام المقبلة، سواء السيناريو الميداني أو السيناريو السياسي، بتتوقع إيه خلال الفترة المقبلة يا دكتور؟ لا، هو بالنسبة على المستوى الميداني، لا إحنا مش الأيام القادمة، إحنا نقول الشهور القادمة. إن إحنا معركة الإرهاب مستمرة معانا لفترة طويلة. عشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نعمل وكأنه ليس هناك إرهاب. نواجه الإرهاب
وكأننا لا نعمل، يعني كأننا متفرغون له ونعمل كأنه لا يوجد إرهاب. بمعنى أن أنا مش هقدر أنتظر لغاية ما أحقق استقرار كامل، يعني 100% من الاستقرار، عشان أعالج الاقتصاد المنهك المتهالك اللي وصل إلى مستوى بالغ الخطر. محتاج أن أنا أشتغل، يعني محتاج أتكيف مع هذا الوضع. أجهزة ومؤسسات الدولة وإحنا كلنا الناس كلها تتكيف مع هذا الوضع وتتعامل معاه كما لو انها انه في وضع طبيعي. هو في الحقيقه احنا لو تعاملنا معاه في حدوده الحقيقيه من غير ما نضخم اللي بيحصل وكل تفجير نعتبر ان ده نهايه العالم، هنقدر يعني نحقق التقدم اللي احنا عايزينه في الخطوات القادمه، وفي نفس الوقت بنواجه الارهاب في حدوده الحقيقيه. على المستوى السياسي يعني نامل انه الكلمه بتاعه الرئيس بكره يبقى يحد ينهي فيها. توقع يكون فيها ايه الكلمه دي؟ يعني ارجو يعني انه يكون حسم قضيه الخطوه القادمه في خريطه الطريق، وحدد هل ستكون الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه بشكل نهائي، والافضل كمان انه يكون انه يحدد موعد هذه الانتخابات اللي هي الاولى منهما. يعني ما عندنا انتخابات رئاسيه او برلمانيه، الارجح نعتبر الانتخابات الرئاسيه، لكن لن يتاكد هذا الا لما يعلنوا. فالمفروض انه انا معانا النهارده في تسريبات بتقول ان المستشارين اللي حوالين الرئيس بيحاولوا ان هم يضغطوا عليه حتى تتم يعني اجراء الانتخابات التشريعيه قبل الرئاسيه. هو في مشكله دستوريه، هو في مشكله دستوريه الحقيقه، واحنا نبهنا اليها من ساعه اصدار الدستور، حتى من ساعه ما كانت لجنه الخمسين بتشتغل، في تخوف من اجراء الانتخابات الرئاسيه اولا، اللي هي مشكله الماده 142 في الدستور. لكن اذا هو شايف ان لها حل دستوري، هو قاضي دستوري في الاساس ومطمئن الى هذا، لازم يطرح هذا الموضوع بشكل واضح ايضا عشان يبقى في اطمئنان انه مش هيبقى في طعن في الانتخابات الرئاسيه اذا اجريت اولا. لكن في كل الاحوال لابد من تحديد الخطوه التاليه سواء دي او دي، وتحديد الموعد عشان نخطو خطوه اخرى الى الامام في اسرع وقت ممكن. انا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور وحيد.